صلاح انت شفت الفيديو اللي منزلينه العيال دول؟ مش عارف ليه سعادتك واخد الموضوع بحساسيه شديده كده. الست لبخت في كل الناس وبالاسم من اول رئيس الجمهوريه لغايه الكل. بقول لك ايه يا هدى؟ تعرفي تجيبي لي كارت ميموري بس يكون كبير شويه انزل عليه فيديو؟ اذا كان انا ابني الوحيد بعيد عني وقلبي بيتحرق عليه كل يوم وهو عايش وملك هي ابنها الوحيد فقدته للارض مش هتشوفه تاني. بعدين لا قدر الله اتمسكت ولا حاجه ما تخافش مش هقول على مكانك بس احتياطي يعني لو اتمسكت لازم تمشي من هنا فورا ما تقعدش لحظه واحده انت فاهم ولا لا؟ انت كمان ما بتساعدنيش يا صلاح عشان كده انا قررت اسحب القضيه منك واديها لعون السلاح دار بعد كده مالكش دعوه بالقضيه دي خالص. الله يرحمه حسن اليه ونعم التربيه. انت عايزه ايه ست انت؟ انت جايه عماله تقعدي تتكلمي معايا زي ما تكوني صاحبتي وانت مش صاحبتي. صدقيني يا ست سناء سليم ابني ملوش يد في اللي حصل لزياد. سليم مظلوم زيه وزي زياد بالظبط. هو في يوم بتشوف ابنها وحش؟ هي بتكلمني على اني دعاء وبتسال عليه على انه الحاج. بقول لك ايه؟ من غلطت كتير نوره معايا وتحت ايدي. لو عايز تشوف على وش الدنيا تاني اتكلمنا على تليفونها ضروري. واوعى الجدع اللي عندك ده يعرف حاجه. ابوس رجلك يا زنادي ما تاذيهاش. دي لسه عيله صغيره. كل ده انا ماليش فيه بقى شبح. انا كل اللي عندي انك تسلمني سليم الانصار اسلمك اختك مفيش غير كده. انا تحت امرك يا زناتي بس قول لي عايز نعمل ايه بالظبط. مؤاخذة نورة اتأخرت عليك يا بنت فك التكشيرة دي أنا جايب لك فطار ملوكي. مؤاخذة مدي إيدك بقى كلي معاه لقمة ده احنا بقينا عشرة عشرة مهببة. هو أنت مش قلت إنك هتروحني بعد ما تكلم إبراهيم؟ زهقتي مني ولا يا نورة؟ هو أنت هتلحس كلامك معايا ولا إيه؟ لا زناتي ما بلحس كلام بس انا فهمت اخوك النظام يسلمني اللي عنده اسلمه اللي عندي ونبقى حبايب. وادينا رايح كمان شويه اهو على الله يصدق عشان تروحي ولو انك هتقطعي بيا يا بنت نوره. وافرض ما عرفش يعمل اللي انت عايزه. ما تقدريش البلاء قبل وقوعه بقى يا نوره بلاش الكلام اللي يسد النفس ده على الصبح. لاحسن اخوك لو ما صدقش معايا هنتحشر انا وانت وهو حشره سودة ما يعلم بها الا ربنا. ويا عالم هتودينا لفين؟ كل يا نوره كل. كل يا اختي تلاقيك على لحم بطنك كل. كل يا بنت ما تخافيش. ما زي اخوكي برضه. يلا بينا حسين بيه. يلا حسين يلا اتكل على الله بقى روح مشوار السريع وابراهيم روح مشوار ونرجع نتقابل هنا ماشي. منصور ومجبور باذن الله. انا هوصل ابراهيم وروح سيدنا الحسين اصلي ركعتين. هدعي لك ان ربنا ياخد بيدك ويعمي عينيهم عنك بس اوعى تنسى وانت داخل تقول اللي قلت لك عليه وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. ايش عم صالح خلي بالك من نفسك يا ابراهيم. ها مالك قلب وشك ليه؟ ما انت رايح تطمن على بنتك بس خلي بالك بقى وانت طالع عند الدكتور ولا نازل حد يشوفك ماشي. يلا يا ابراهيم توكلوا على الله. اديني بقى ايدك الطاهره دي. بس انت قلت انك مش هتربطني الا لو عملت حاجه. لا ده كان في الاول يا حلوه لكن دلوقتي احنا دخلنا في الجد وانا رايح اقابل اخوك في مطرح بعيد وبصراحه كده انا ما اضمنش ابويا. سلي نفسك انت كده واقعد ادعي ان اخوك يبين كرامه عشان نرجع لك بسرعه. لا مؤاخذه يا نور معلش. يا رب عاوني تكون قريت الملف كويس.
ملف ايه؟ قضية سليم الأنصاري. ما هي كانت عندي قبل ما تجيلك. طبعا قريته، وقريته كويس قوي كمان. طب وايه رأيك؟ لا رأيي ده هكتبه في تقرير وهرفعه لسيادة اللواء عماد مدير الإدارة اللي سحب منك الملف وجابهولي. يا أخي بيقول لي حاجة غريبة قوي، ما لقاش أي تقدم بيحصل في القضية. فهمت. طيب احنا باعتبرنا زمايل يعني، اكيد هتحتاج لي في حاجه، في اي معلومه، في حاجات انا ممكن افيدك فيها يعني. الحقيقه صراحه انا ما اعتقدش ان عندك معلومه ممكن تفيدني، والا كان زمانك قبضت على سليم الانصاري بنفسك. الا بقى لو انت سبته يهرب بمزاجك. مش صلاح الطوخ اللي تقول له الكلام ده عاوني. انت عارف صلاح الطوخ كويس قوي. عموما انا قلت اعمل اللي عليا وعملت حساب للزمالة اللي بينا. لو احتجت لي انا موجود. بقول لك يا صلاح، انت عارف كويس قوي ان انا وانت طريقتنا مختلفه في الشغل، وانت فشلت ان انت تجيب سليم الانصاري بسبب طريقتك دي. والملف لما جالي انا ليا طريقتي، وهعرف ازاي اجيب سليم الانصاري. عربيه زمالتي مش موجوده يا ريس، ومراته شويه هتلاقيها نازله. على الله بس متأخرش، مش ينفع نفضل هنا كتير. انت ناوي برضه تخش من الباب الرئيسي؟ لازم باب الرئيسي، احنا بالنهار عملنا اي حركه غريبه الناس تاخد بالها، لازم نتصرف طبيعي. مش بس القلق. مفيش قلق، ما تقلقش، سيب على الله. هي دي مراته؟ اه هي دي. اه ماشي، عينك على الشارع، لو في اي حاجه غريبه كلمني. ها تحت امرك. ماشي. ازيك يا ابو خليل؟ جدع انك سمعت الكلام وجيت. نوره فين؟ نوره بخير يا ابراهيم، ما تخافش، وهتبقى بخير اكتر لو سمعت كلامي. ما قلت لك ان انا تحت امرك، بس اهم حاجه نوره ترجع. هترجع ابراهيم، بس تسلمني وسلمك. لا حلو كده، البيعه تبقى خسرانه. يعني ايه؟ يعني سليم الانصاري مش تمن رجوع نوره وبس. طلعت مخربش يا ابراهيم، قالوا انا اللي كنت فاكرك غلبان. العاشر الام، وبعدين ما انا غلبان طول عمري. خدت ايه؟ اخلص ابراهيم، عاوز كام؟ مش عايز فلوس. انا هعمل ايه بالفلوس وانا هربان؟ امال عاوز ايه يا ابراهيم؟ انا عايز براءتي. نعم يا اخويا، تعملها لك ازاي دي؟ ماليش دعوه، انا بعد ما اسلمك سليم مش هلاقي حته اروحها، ولا حد هيمد لي ايده، وهفضل برضه مستخبي وهربان لحد ما يمسكوني في الاخر. انا مش عايز حاجه غير حقي، انا ما سرقتش حاجه. الواد زلطة صبي حسن الضبع هو اللي سرق العهدة بتاعتي من الدولاب، هو بقى اللي شيل شيلته. قلت ايه؟
يعني كده اتفقنا؟ خلاص يا ابراهيم بقى، قلت لك سيبنا اشوف لك صرفه. الله، انت لسه هتشوف صرفه؟ انا مش فهمتك هتعمل ايه. خلاص سلمني سليم الانصاري وانا عنيا ليك. لا يا حبيبي، ما يبقاش ابني في حضني وادور عليه وانا بصراحه كده مش واثق فيك. يعني انا اللي واثق فيك؟ اه ابراهيم. خلاص طالما احنا الاثنين مخونين بعض يبقى نقطع الورقه من النص. يعني ايه ده بقى ان شاء الله؟ يعني تخلص لي ورق القضيه اسلمك سليم. لا يا حبيبي ما ياكلش. خلاص اختك عندي. اختي مش هتبقى الورقه اللي هتلوي بيها دراع عزناتي. اختي مش هتقدر تاذيها في حاجه. انت مش ناقص، كفايه البلاوي اللي متلتل عليك. اكيد. بص يا زناتي، ده حق ربنا عشان نبقى كلنا تراضينا زي ما بتقول. ماشي يا ابراهيم، كلمني بالليل واقول لك انا عملت ايه. بس اعمل حسابك لو حصل عوق نوره هتموت. اه ما هي مش اغلى من اللي مات وهيم. وانا مش عبيط عشان اضحي باختي عشان خاطر سليم الانصاري. مهما كان غالي عليا مش هيكون اغلى عليا من اللحم. ده ناصح هيم، عموما هستناك تكلمني. السلام ابو خليل. ايوه سليم بيه، زناتي جه. داخل يعني عليا خلاص؟ اه طلع عليك، طلع عليك. ماشي خلاص، الفيديو بيحمل اهو على طول. سلام. ويا خبريني ويا عيني يا مش فاكراني غير في النار والجرح. كل ما اجي افرح دايما بتعزيني. يا صفاء انا وصلت، انت فين؟ طب انجزل احسن، والمصحف هيفوتك كتير. طب يلا انا هدخل استحمى انا عشان ريحتي تقرف من نومه المخزن. طب يلا انجزي، مستنيك عشان تلاقي في لي ظهر. يا بنت جبت الاباحه دي منين؟ إيه؟ طب يلا مستنيك. سلام يا روحي. سلام. عمال فيا جيت يا صفاء؟ جيت يا اخوي. اتليفت ولا جا ليفك يا حبيبي؟ تعالى 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 تعالى. فيها اسحاق
هو لعب عيالي يا اخي. حاج عزام ما انا قلت لكم كده وانتوا افتكرتوني بعرق. الراجل بصراحه زهق وحاسس ان هو بيربي فلوسه على الارض. هو احنا قصرنا في حاجه يا اخي. قلت لكم سيبونا شويه لحد ما نتصرف مع الراجل صاحب البيت. وسيبناكوا بدل الشويه شويه. ايه اللي حصل؟ ها؟ مفيش حاجه حصل. بصراحه كده انتوا مش هتعملوا حاجه ولا هتقدروا على الراجل ده. سيبونا بقى نلقط عيشنا في حته تانيه. تلقط عيشك مين يا جدع انت؟ في ايه؟ عليا الطلاق ما حد يقدر يحط رجله في الارض دي طول ما انا موجود. انت جرالك حاجه؟ باشا خطيه انت ساكت ليه؟ اسحاق عنده حق يا حاج. الموضوع فعلا مسخ قوي ولازم له نهايه بقى. الله ينور عليك يا مولانا. الله ينور عليه. اظن كده بقى عدنا العيب. لا يا اسحاق، العيب هو اللي انتوا عايزين تعملوه. احنا مش عشرة يوم. قول الخواجه بتاعك موضوعها هيخلص. خلصنا يا شيخ عطيه بقى، خلصنا يا اخي. النهارده يا حاج الموضوع هيخلص النهارده. بالذوق بالعافيه هيخلص. بس انتوا قولوا يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش قلت لك الحمد لله رجعت مجبور الخاطر؟ الحمد لله يا عم صالح، بركة دعواتك بقى. طب يلا يلا اركبوا. يا هيما طمني عملت مع بنتك. يلا استنى. الجدع اللي اسمه ابراهيم ده كويس؟ ما يقدرش يلعب معايا الدنيئة طول ما اخته معايا. والنبي يا عيني البت دي صعبانه عليا. هي يعني كان ذنبها ايه؟ وانا هاكلها؟ بعدين ومين فينا كان ليه ذنب في اللي بيحصل ده يا صفاء؟ انا مش قصدي. قول لي. البت دي صحيح حلوه؟ يا نهار اسود ومنيل. حلوه ايه ووحشه ايه وانا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين ليه غيرك يا بت؟ قول لنفسك يا اخويا. عارف يا زنتي؟ لو الشيطان كده يوزك وتحاول تهرب ناحيتها والله العظيم تلا تاكلك بسناني انت وهي. طب والنبي على نفسي تاكليني بسناني. يا سلام. سيبك من البت دلوقتي وخلينا في اخوها. صح، انت ناوي تعمل ايه في اللي طلبه منك؟ والله ما قدامش غير سكه واحده بس يا صافي، واديني ماشي فيها لما نشوفها تودينا لفين. هو انت عارف انها مش في البيت يا ابراهيم؟ ايوه سميحه عارف، ما تخافيش. عارف منين؟ وما خافش ازاي واحنا ما نعرفش عنها حاجه؟ يوه بعدين معاكي بقى يا سميحه، قلت لك مالكيش دعوه، انا هتصرف يا سميحه ونور هترجع البيت ان شاء الله. هترجع منين؟ هو انت عارف هي فين من اساسه؟ يوه بقول لك يا سميحه ما تندمنيش ان انا كلمتك عشان اطمنك. طب انت فين؟ مالكيش دعوه يا سميحه، هانت يا سميحه ان شاء الله، كلها يومين ثلاثه والهم ده يزيل عننا كلنا باسم الله. يا رب يا ابراهيم. مع السلامه يا حبيبتي، خلي بالك من بنات يا سميحه. حاضر حبيبي. ايه يا باشا؟ وانا زعلتكم في حاجه؟ الله، هو مش زمايلك البشوات برضو بيوصل لهم المعلوم كل شهر وكل واحد بياخد حقه تالت ومتلت؟ ليه بقى الحوارات دي كلها؟ ولا انتوا زي القطط تاكلوا وتنكروا؟ قطط؟ بص يا معلم حسني، الامان اللي انت بتوكلهم انا ماليش فيهم، ده شغلكم يابا وانتوا اضربيه. انا دي منطقتي ولا دي دايرتي ولا انا بشتغل بالنظام ده من اساسه. سبحان الله، انت بتغني وترد على روحك يا باشا لما انت مالكش فيه. جايبنا هنا ليه وتفتح لي قصص وحواديت؟ عشان ارسيك في اللي عايزك عشان انا اعرف عنك كل حاجه، ولو عايز اقلب عليك الدنيا هقلبها في ثانيه. الله، هي تلاكيك يا باشا وشكل للبيع ولا ايه؟ هو في بيني وبينك حاجه؟ هيبقى في لو ما سمعتش كلامي وطوعتني في اللي عايزك عشان. عايزني؟ خير يا باشا؟ ابراهيم السني قطيعك، ماله الزفت ده؟ عاوزينه يطلع براءه. عاوزينه؟ مين اللي عاوزينه؟ بيطلع براءة ازاي؟ انت اسئلتك كتير ليه يا معلم حسني؟ انا اللي عايزه يطلع براءة، يا اما بقى هزعل منك واقلب على الوش التاني، عشان كده رسيتك الوش التاني عامل ازاي؟ يا باشا انا مالي؟ هو انا كنت قاضي؟ سيبك بقى يا معلم من جو جعلوني مجرما ده عشان ما ياكلش معايا. صبيك اللي اسمه زلط هيشيل الليلة ويا دار ما دخلك شر. هو
وزلط هيودي نفسه في داهيه ليه مؤاخذه؟ ده حوارك انت بقى يا معلم، انا ماليش فيه. ولو غالي عليك حد غيره يشيلها. انا اللي يخصني في الموضوع ابراهيم السني يطلع من الليله دي براءه. انا لا غالي عليا ولا طايق اشوف وشه، ده واد رزق وملوش اي لازمه. حلو قوي. ولو مش هتعرف تخليه يشيلها بمزاجه يشيلها غصب عنه. غصب عنه ازاي يا باشا؟ بقول لك يا معلم، هي صعبه عليك يعني؟ زي ما شيلتها ابراهيم تشيلها له؟ عيلين من صبيانك يروحوا يشهدوا عليه في النيابه ان هو اللي عملها. وتبقى خلصت على كده. اظن سهله دي. هي مش سهله. بس ليها حل. يبقى تسمع مني بقى عشان اقول لك هيقولوا ايه بالظبط. ايوه يا باشا، بس لا مؤاخذه يعني انت مهتم قوي بموضوع ابراهيم السني ده. انت تعرفه منين لا مؤاخذه عشان تعمل له ده كله؟ مالكش فيه يا معلم. ابراهيم يخصني وبراته تخصني، غير كده مفيش. طب انا بقى اللي يخصني ايه؟ ده انا هبيع عيل وتسوبياني. اعمل ده كله ليه؟ لوجه الله. عشان تتقي شري. شر البليه ما يضحك يا باشا. على رأي المثل الأذية ليها ألف ناب. ماشي، بص يا باشا، وشرك ده لا مؤاخذة أنا عندي ليه ألف حل عشان أبتديه. بس بصراحة بقى أنت عجبتني ودخلت قلبي، وهنفذ لك كل اللي أنت عايزه. بس أنا ليا مصلحة عند إبراهيم، وأنت اللي هتخلصها. مصلحة؟ آه، مصلحة ليا وليه؟ انجز يا حسني وقت اللي في جوفك. نسب. أنا طالب القرب من إبراهيم في أخته نورة. هسلمكوا زلطة ونشرب شربات براءة أبو خليل مع شربات جوازي من نور أخته في ليلة واحدة، وأنت اللي هتشهد على العهد. ماشي يا باشا؟ لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. إيه يا سليم الافترا ده؟ اللي عمل فيها كده ربنا ينتقم منه. وأنا هلاعبهم بالفيديو ده، أخليهم ياكلوا بعضهم. أنا عايز أفهم، ما جبتش الموبايل التاني ليه؟ ما ينفعش يا هدى. الموبايل التاني لازم يفضل هناك. لازم زانتي والناس اللي معايا يفضلوا مطمنين. ده الظاهر عطية. خشوا انتوا جوه دلوقتي. يلا. قوموا معايا. مين؟ أنا الشيخ عطية. خير يا عطية؟ استنوني انتوا في العربية. خير يا حضرة الناظر؟ وانا امثالي برضو بيجي من وراهم غير كل خير. عمرك ما كنت بخيل يعني؟ مش هتقولي اتفضل ولا ايه؟ يا راجل، ده انت مضايف الاغراب اللي ما تعرفش عنهم حاجة في بيتك. ما بالك بقى بكبير البلد وابن كبيرها. يا لهوي يا نوره، اما طلعت نمره يا بت نوره ما كنتش اعرف انك مدوراها كده. اصل شكلك غلبان يا بت، بس الظاهر كده مفيش حد غلبان غيري. ده الراجل تعبان من ناحيتك على الاخر. الهي ربنا ياخده البعيد. هو عايز ايه مننا؟ مش كفايه اللي عمله فينا؟ الشهاده لله وعريس زي الاطرار. بس هنقول ايه بقى؟ ادي الله وادي حكمته. وانا عملت اللي عليا، الباقي عليك انت واخوكي بقى. وبيني وبينك انت لو عايز تاخد رايي توافقه. هو لما تعيشي مرات حسن الضبع احسن ما تموتي عزب، ولا ايه؟ اسمع يا عطيه، الوقت متاخر وانا راجل كبير، فاقول الكلمتين اللي عندك من غير لف ودوران. ولو ان طول عمري ماليش في اللف والدوران يا حاج صالح، بس ماشي بقى. نبينا عليه افضل الصلاه والسلام بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه لئلا تكون فتنه. صح صح. انا جاي طالب ايد بنتك يا حاج صالح. هدى، هو انت عندك غيرها تصلح للزواج ولا ايه؟ بس اللي اعرفه ان انت عندك اتنين ولا زادوا؟ لا، هما اتنين يا حاج صالح، وهدى ان شاء الله هتبقى التالتة. وعملت حسابك على الرابعة ولا لسه؟ دي ارزاق بقى حضرة الناظر. سبحان الله. بس ايه اللي طلعها في دماغك تيجي تطلب بيد بنتي انا وفي الوقت ده بالذات؟ والله هو الموضوع في بالي بقاله فتره كبيره. انا عارف ان هدى هينقصها بعض الاشياء، بس ان شاء الله هتكملها في بيتي لما تقعد مع اخواتها تتعلم منهم وتعرف نظامنا ايه. هدى ينقصها بعض الاشياء،
وانت بقى اللي هتكملها لها. ينقصها مثلا انها ترتدي النقاب بعد قرايه الفاتحه على طول، والباقي تكمله لما تعيش في وسط البيت وفي وسط اخواتها. طب انا ما عنديش بنات للجواز. اعقل الكلام اللي بتقوله يا صالح. يا صالح، وجاي تقول لي ترضون دينه وخلقه؟ يا قليل الربايه، انت مش عارف انا مين وممكن اعمل فيك ايه يا صالح؟ انهي دين ده اللي بتتكلم عنه يا افاق؟ انت جاي تقول لي انا ربكم الاعلى زي فرعون؟ امشي اطلع بره، والا هضربك بالجزمه زي زمان عشان تتربى. تضرب مين يا مرتد يا ملحد يا حجر جهنم انت؟ مش كفايه ان حايش عنك الناس وعامل اعتبار لسنك؟ اسمع، بنتك هتبقى زوجتي وتنول شرف انها تشيل اسمي، وانت هتسيب البيت ده وتيجي تعيش معايا في الدوار، يا اما ترحل انت وبنتك وتشوف لك حته تانيه وبرضه هتسيب البيت. وقسما عظما وانت تعلم ان ابو مصعب اذا اقسم ابر، لخليك عبره لمن يعتبر. انت جاي تهددني في بيتي يا حرامي يا ابن الحرامي؟ انت عارف ان انا لو قتلتك دلوقتي يا صالح ما يبقى لكش دية؟ شيل ايدك من على سلاحك بدل ما اهلك يزعلوا عليك. طب احمد ربنا يا اخي ان انا جاي الم لحمك بدل ما انت سايبه الكل من هب ودب كده. اوضه خطيبتي وريت فتحتها امبارح، ما تحسبهاش كتير، ايسر الشر واتكل على الله، بدل ما انا اللي قسم العظم هضربك بالنار. الشر انتوا اللي جبتوه لنفسكم. اسمع يا صالح، قدامك فرصه 3 ايام تلم فيهم حاجتك وترحل من هنا، يا اما انت المسؤول عن اللي هيحصل لك. 3 ايام بالعدد يا صالح، وقد اعذر من انذر، وليعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. جمعوا لي الاخوه كلهم اللي لادي وعن بكره ابيهم، قولوا لهم ابو مصعب عايزكم في امر جلال. معلش يا عم صالح لخبطت لك الدنيا، بس ما كانش ينفع اتفرج عليه وهو بيغلط فيك. يا ابني حصل خير وكتر خيرك، احنا دنيتنا طبيعي متلخبطه من الاول، وان الاوان انها تتعدل. يلا اتفضلوا ناموا والصباح رباح. والله مش عارفين ننام ازاي في الهم ده يا شيخ صالح، انا خايف للشيخ مصعب ده جاي يرمي علينا حزام ناسف في اي لحظه. يا ابراهيم ما تقولش يا رب عندي هم كبير، قول يا هم عندي رب كبير. يلا ناموا تصبحوا على خير. يلا يا هدى. معلش يا هدى، مش عارف انا قلت كده ليه، بس يعني ما كانش في حل غير ده. تصبحوا على خير. والله ابراهيم انا حسيت انت اللي نحستني، مال انا بحنان وابو مصعب، انا ناقص. صحيح، ممكن انا اللي كنت نحسته فعلا. انا هبلغ بقى ولا اسلم نفسي وانا تمام. يقول المولى عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. طب في الاخره هتشوف نار جهنم والعياذ بالله، انما في الدنيا ده أمر للمؤمنين أن يلحقوا بهم العذاب الأليم. إحنا سكتنا كتير قوي يا إخوانا على الراجل اللي اسمه صالح ده، وتحملنا منه ما لا يحتمل عشان نقي نفسنا وأهلنا شر أفكاره المسمومة وكلامه الشيطاني.
وعملنا حساب للجيرة وللعشرة كما وصانا النبي عليه الصلاة والسلام. إنما يصل به الأمر إنه يعيش اتنين رجالة أخراب في بيته مع بنته، ده اللي لا يرضاه لا شرع ولا دين ولا أخلاق حتى. وإحنا ما نبقاش رجالة ولا قائمين على إقامة شرع الله وحدوده في الأرض لو سكتنا على الفحش والرذيلة. أنا النهاردة اديته مهلة أخيرة وطلبت منه يرحل عننا بسلام. إذا رحل واستجاب ورضخ كان بها، وإذا جنحوا للسلم فاجنح لها. أما إذا ركب هواه وربنا سلط عليه شيطانه فملوش عندنا غير العذاب الأليم. وكما قال المولى عز وجل في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا إن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. إيه رأيك بقى في المكان؟ حلو مش كده؟ مش بطال يعني. مين بقى اللي قايل لك عليه؟ وأنت مش عارفة إمكانيات جوزك ولا إيه؟ سيبك من المكان. ودي اللي قلتي إيه؟ في إيه يا شادي؟ في السفرية يا أنجي. صدقيني احنا الاثنين محتاجين ده. رحت ايضا سنغافوره وماليزيا نعمل شهر عسل جديد. قلت ايه؟ ما اعرفش بصراحه، هشوف واقول لك. ايه مالك؟ شفتي عفريت؟ بصراحه وانيل كمان. بسم الله ما شاء الله، انا مش بحسد ها، يعني عصفورتين كلاري قاعدين في المكان. الله يخرب بيتك، اسمها كناريا، انت ضايع. مش عارف بقى، ازيك يا انجي عامله ايه؟ اهلا. هو انت يا ابني مش قلت لي انك هتنام؟ ايه اللي نزلك؟ والله يا معلم كنت هنام فعلا، بس انا ما عرفتكوش. دينا صاحبتي شادي اكتر من اخويا، انجي مراته. طيب انتوا شكلكم كنتوا قاعدين قعده رومانسيه وانا جيت فصلتكم، فهسيبكم بقى لمشاعركم وانا جنبك هنا. يا عم تعالى اقعد معانا. لا لا شوية كده واجي لك. مبسوط يا انجي قوي اني شفتك، عن اذنكم. يعني يوم ما تخرجني في مكان هتخرجني في مكان تامر اللي قايل لك عليه؟ وكمان جايبه يتفرج علينا؟ احنا مش فرجة يا انجي. وبعدين الراجل احنا قابلناه صدفة. مين بقى البنت اللي معايا دي؟ شكلها شمال قوي. مالناش دعوة. خلينا في موضوعنا. قلت ايه؟ انا عايز امشي يا شادي. يا ابو خليل انا خلصت لك مع حسن الضبع خلاص، بس هو لي شرط، يتجوز نورة. وانا موافق. خلصوا لي القضيه الاول وبلغوني، هسلمك سليم تسلمني نورة ونكتب كتاب على حسن الضبع.